إخواني أخواتي، أريد أن أتحدث لكم في هذا الفيديو على بعض نعم الله عز وجل علينا التي لا تعد ولا تحصى، ولكن سوف أذكر القليل منها. وأقول: إذا كان لديك بيت يؤويك، ومكان تنام فيه، وطعام في بيتك، ولباس على جسمك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. وأقول أيضا: إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة والحاجة، فأنت واحد ممن يشكلون 8% من أغنياء العالم، وهذه إحصائيات صحيحة. وأقول أيضا: إذا لم تتجرع خطر الحروب، ولم تذق طعم وحدة السجن، ولم تتعرض لروعة التعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان على سطح الأرض. إذا كنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم، فأنت في نعمة عظيمة، فهناك مليون إنسان في العالم لن يستطيعوا أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب مرضهم المزمن. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو الموت، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات من البشر، إنه رقم كبير جدا. إذا كان أبواك على قيد الحياة ويعيشان معا غير مطلقين، فأنت نادر في هذا الوجود، نادر جدا في هذا الوجود. إذا كنت تبتسم وتشكر المولى عز وجل على نعمه، فأنت في نعمة عظيمة، فكثيرون يستطيعون ذلك ولكن لا يفعلونه، لأنهم خائفون، لأنهم محرومون من الصحة. أقول لك: لكي تكون أسعد مما أنت عليه، احمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وليكن لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا وصلتك هذه الرسالة وقرأتها، فأنت في نعمتين عظيمتين: أولهما أن هناك من يفكر فيك طبعا، والثانية أنك أفضل من 2 مليار من البشر الذين لا يحسنون القراءة في هذه الدنيا وأميون. وأختم كلامي وأقول: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الخير كله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربي حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا، والحمد والشكر لله رب العالمين.